مصاري. قال بدها 100 ورقة لحتى تعطيك الولد. الله لا يوفقها، منين بدي اجيب لها 100 ورقة؟ يخرب ديارة، هذا اللي ما كنت حاسب بحسيبه، انه تطمع فيني قبل ما تعطيني الولد. لك لا، بدها تتشرد قبل ما تعرف ايش في جوات بطنها. لك شفتي، انا جاي اقول لك عشان تعملي حسابك وتعرفي تتصرفي معها. العمى اضطربها شقد طماعة، هي بدها تبيع ابنها بيع. خيتو، قال هي بدها تأمن على اولادها بعد ما مات جوزها. لك ما اختلفنا، بس والله 100 ورقة شقفة وحدة بتكسر الدار. صحي الله عيطينا من خيره، بس مو لدرجة انها تطمع فينا. انا ما بعرف، هي انا خبرتك وانت دبري حالك. خلص قولي لها موافقة اعطيها 100 ورقة، بس شوفي اذا بتطلب قرش زيادة بعدين ما رح ادفع. ومنين بدك تجيبي المصرات؟ بدي ابيع شوي من صيغتي. وبركي حس عليك يا ابو انوار وسالك عن الذهبات. لك ايش بدك تقولي له؟ خلص انت حمود، انا بدبر الموضوع. ماشي، بس انا ما رح اقول انك وافقتي راسا، بدي اقول له انه انت عم بتبيتي استخاره وبعد كام يوم بخبره. ايش رايك؟ ايش اسمعي؟ ايه خيتو، ما بيصير تتعبي حالك يا وصال خانم، الله يرضى عليكي. معلش تمشي شوي بس على مال بدون ما تتعبي. اي والله هالصبحية ما عاد تخليني امد ايدي على شغلة، خصوصا انه ابوها موصية. اسلموا ايديكي. الله يسلمك خالتي. محمود يوم انتي ما عليكي، جيبي لنا الصبي وانا مستعدة اخدمكم برموش عيوني. لك تسلمي لي. يسلموا دياتك حبيبتي. تعرفوا يا جماعة، امبارح طول الليل واسكندر افندي على بالي. ايه الله يرحمك يا اسكندر افندي، لك وحشه كبيره. تعيش يا مختار. والله يا مختار، اسكندر افندي كان غالي على الكل، الله يرحمه دنيا اخره. تعيش يرحم موتك. هو صحيح يا جماعه ما كان ابن حارتنا، بس كان واحد مننا وفينا رحمه الله عليه. حالك تلبس لبس العيد، لأنه بعد العشاء بدنا نروح نحضر حفلة محمد عبد الوهاب. هذا أدري متلبني. خاطرك يوم؟ على مهلك ولك ابني، لسه ما طلعت الشمس. الله يسامحك يوم، الله يسامحك. انت بتعرفي لو ما كنت تعبان من امبارحه ما كنت بنام لهلا. ايدك يوم ايدك. دعيلي. لك روح، الارض والسما ترضى عليك. الله يخلي لي اياك. بس يوم لا تتاخر بالرجعه بالليل. لا ما بتاخر ما بتاخر. الله معك. اهلين خالتي، اهلين، تفضل. امك هون؟ ايه امي هون، تفضل. يا رب. مرحبا بكري.
أهلين أم محمود. والله ما بتقومي. يعطيكي العافية أم بكري، عم تساوي كبة؟ إيه والله. يلا يلا هلا بساعدك خيتو. ها هاتي أسنان والكرسي. والله ركبي عم يوجعوني. بركي جنبي. يلا ها يا رب. يا الله يا كريم. خليني أمد لك سوني أنا، إيش رأيك؟ يلا يا رب. هاتي يا لك سميرة سميرة تعالي راسي. وتستكة تستكة تستعي بأرسك العمر رشتعي. تستكة تستكة تستعي بأرسك العمر رشتعي. تستكة تستكة تستعي بأرسك العمر رشتعي. إن شاء الله إبلاكم بطريقة. إيش عم تعملوا تلاتكم؟ إيش عم تعملوا؟ إيش عم تعملوا تلوصوا؟ تستعي ورشتعي روحوا للعمل وتجيك. يلا ابن عمي تعال الفطور. لا ايش بك فوزية؟ ما بقيتي تعرفي العادة؟ أنا بفطر مع الشغيلة بالدكان وصلى الله وبارك. هلا الفطور مع الشغيلة أطيب ولا معي ابن عمي؟ العمى لك مين قال هذا الحكي؟ طبعاً معك أنت أطيب، بلا شغيلة بلا بطيخ مبسمر، هاتي لأشوف. مين صحة وهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فوزية ما عم تخبريني، شلون الأزعار؟ مين الأزعار؟ الببو. لك الببو اللي ببطنك. وليش ما تكون بنوتي حلوة مثلي؟ بنت؟ يولي؟ إيش بالبنت؟ المهم تكون الخلقة كاملة ومتممة. بس أنا أهلي جوزوني مشان أجيب لهم صبي. بس هاي شغلة بإيد رب العالمين، يعني بجوز يرزقنا بنت. أيوة طلع فيني أبوي كهي. أنا عم بخبرك من هلا، أنا وكل أهلي بدنا صبي. بتعرفي إيش يعني صبي؟ لك ما بكفي إنه أنا وحيد على العيلة، ولكن نحيطين كل أمله فيني. لك فوزية إيش بك أنت؟ إيش بك فوزية؟ بدك توطيلي راسي قدامهم؟ إيه ما حذرتي، ما حذرتي ابدا. قال بنت قال تضربي انت وهالصباح. العمى يوم. ايه يوم. ايه وينك انت؟ هون انا يوم. هون هاتي ايدك يوم، هاتي خليني الوقت يسر على شغلي. دعينا روح الله يرضى عليك بجاه النبي المصطفى يا ابني. فوزية. نعم مرت عمي. بنتي بس خلصتي اوضتك؟ تعي ساعديني بحشي الكبة. يلا بنتي يلا. حاضر مرت عمي. يو على حظي ان شاء الله. تعرفني حبلي وتعبانة وبدها تشغلني بالكبة. وشلونة فوزية خيتو؟ فوزية ولي على حظها المعتر. وقعت بين ايدين ناس ما كنا محسبينهم هيك. دار الجماعة دقة قديمة وعقلهم مثل الصخر، ولك إذا الصخر بيفهم هنن بيفهموا. طولي بالك. إيش بك مبكري؟ إيش بك؟ والبنت معا معا بتتعود، هي اسمتها وهي نصيبها. إيش بدك تساوي لخيته؟ المهم هلأ لازم تفكري بجازة هالشباب بكري وأحمد. الله يخلي لك ياهم. والله ما في شي رح يفرحني وعوضني عن جازة فوزية إلا جازة بكري وأحمد. معناتها لازم تنقي لبكري بنت حلوة ومرباية وبنت عالم. إن شاء الله. وبدك تساعديني ها أم محمود؟ وليش لنروح لبيت حبيبتي؟ إيش قصدك؟ قصدي كهنة صبحية بنت أم أنور، صبية وحلوة ومرباية وبتعرفوهن عز المعرفة. معقول أخذ لابني بنت هاللئيمة وصال؟ إيه وصال قلبها طيب، وإذا أخذت على حاصلة مشان عريس فوزية هذا الشي مضى وراح، وصدقيني هي نسيت كل شي اللي صار. بس لا تورزيني زهرة خانم، أنتي كمان غلطتي بحقها. وليش بقى؟ يعني كل نسوان الحارة راحوا باركوا لها بحبلة إلا أنتي. والله مالي نسياني يا أم محمود. أنا ما بحب أروح وأبارك لحدا وإيدي فاضية. عم بستنى حتى أنزل على السوق أشتري لهدية مناسبة. طول عمرك مزوقة وصاحبة واجب، أنا اللي بعرفك. بس بدي إياكي ما تنسي تفكري بصبحية لبكري. صدقيني صدقيني إنه البنت كتير كتير حبابة وآدمية، ولو ما أنا هيك ما بحكي فيها. قال بيقول المثل امشي بجنازة ولا تمشي بجازة. حطي لي هون شوية لحمة. هاتي لقلي. تريدي؟ فريدة؟ هلا بتبرد القهوة، انزلي. يلا ناسي. تفضلي. شكرا.
بتعرفي عم فكر اقول لجوزي على اللي صار امبارح. بدك تحكي له لاحمد؟ هيك عم فكر، شو رايك؟ انا برايي الموضوع انضب وتسكر عليه بارضه، وحكمة باشا ما عاد يضايقك من ورا كذبة مرضك عليه. فإذا بدك رأيي ما تحكي له شي لأحمد. بس شو؟ أنت اللي حابة ترتبطي برجال يقصر حياتك ويكلك رقيب بكل تصرفاتك، وليش؟ مشان الحب. أنت عم تحكي هيك لأنك ما عرفتي الحب على حقيقته، أني أرضخ وانأسر لأوامر جوزي اللي حبني واختارني لكون شريكة حياته أهون علي مليون مرة من أني أرضخ لواحد مثل حكمة باشا وأمثاله. بس حكمة باشا طلبك مرة وأنتي ما وفقتي. طلب يتجوزني لأنه ما قدر يلمس شعرة مني، بس إن شاء الله فكرك أنه بده ياني لأنه بيحبني ولا رح يحافظ علي كان رح يتسلى فيي، يعني بده ياني بس بشكل شرعي بيتسلى وبيخلص وبيكبني مثل ما كب غيري قبلي. إيه جوزي. سلام. أهلين أحمد، بس لأجيب لك فنجان قهوة. أهلين حبيبي. عادي. فردة بدي أحكي معك كلمتين مشان فريدة. شبه فريدة؟ بدي أضلها ساكنة هون؟ إيه طبعا، فريدة بنت خالتي، بعدين المسكينة مقطوعة من شجرة ما لحدا، يعني وين بدها تروح؟ لا أنا مو هذا قصدي، قصدي لما بكون هون بدي إياكي تقلي لها تحط غط على راسها. طمن أنا رح أقلها. أحمد بدي اقول لك شغله صارت امبارح بالليل. يلا تسمح لي يا ابو حمدو. اهلا وسهلا، شرفت شرفتي اغا. وينك ابو حمدو؟ نعم. تحسب لي حسابك، اسعار موسم الجاي ما بدها تكون مثل اسعار هالسنه. يا ابرك يا اغا، يا الله يعيده علينا وعليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. على الجميع ان شاء الله. هاني ولك شرفت. والله بعد بحو اذا بيكون في وراه جيش فرنسا كله. طول بالك تشتري الشر مشتري. انا عم بشتري الشر مشتري؟ هالكلب عم يبعت رجاله ودقوا باب على حرمتي بكون عم بصير الشر مشترى؟ يعني انت لازم تهدى شوي، الزلمه ما بيعرف انه انا مجوزه وانا مخبي هذا الموضوع كله اساسا كرمال اهلك وكرمال ظروفك. طيب معناتها ما في غير حل واحد. شو هو؟ تبيع البيت ونقعد ببيت تاني ما حدا يعرف محله. ماشي، منبيع هذا البيت ونشتري واحد تاني. لا أنا رح أخذ لك بيت كرم من تعبي ومن شغلي. ماشي مثل ما بدك. قلي هلأ شو صار معك بالمصبن اللي رحت تشوفها؟ ما زبطت معي. ليه؟ صاحبة طلب غالي، رح أشتغل بتجارة الغنم بس المصارات اللي معي ما بتكفي. يا عيب الشوم، شو في فرق بيني وبينك؟ فيك تبيع البيت وتاخذ المصاري. قلت لك أنا ما بمد إيدي على مصاري مرة. بس أنا ما عم قلك خد مصاري، أنا عم قلك شغل ياهن معك بالتجارة. خلص نحكي بهالموضوع بعدين. أنت هلأ قومي جاهزي حالك، أنا رح أدور على بيت. بأمرك. يا ترى أنا غلطت لما تجوزتك يا وردي؟ بس والله طلعتي واحدة تانية مو مثل ما كنتي من قبل. رح أحميكي ما رح أتخلى عنك، واللي بده يصير يصير. هلأ صرتي عرضي وشرفي، واللي بده يجيب سيرتك على لسانه بدي أذبحه، وحق الله لا أذبحه. زتة ايش في؟ زتة ولا فجر راسك؟
زتها زتها أبوي زتها على الأرض. إيدي كل فوق، رفعوا إيدي كل فوق، واحد يتحرك. إيش في معك مصرات طالعون؟ أين مصرات؟ طالع إيش في معك مصرات أحسن ما يطير رأسك. أولا ولا قوة إلا سيد. أنا من زلم أبو عايد، وبيقول لك أبو عايد الحساب بيناتكم لسه كبير كتير كتير. أمشوا أمشوا لشوف، يلا أمشي. روق أوام، أمشي خيو أمشي. واقف عندك. هيلا شوف هلا. متأكد انت ابو عايد مات عن حقه حي ولا شلون؟ والله متأكد جنابك، متأكد انه مات وشبع موت، حتى انا دفنته بايدي هدول. لكن منو هذا الواطي الشلحني مصراتي وادعى انهم جماعة ابو عايد؟ منو؟ ما بعرف شي بيحير جنابك، لأنه ما في إلا ثلاثة بيعرفوا بالقصة، جنابك وأبو جمعة وأنا. أبو جمعة، أبو جمعة روحوا لك، روحوا صرخوا خليه يجي لعندي أوام. رقد أمرك. هيك لكان قلت لي عبد الرحمن هو اللي خلاك تهجم على الأغا وتشلحوا مصراته؟ الله وكيلك بعد بكذب عليك بحرف. مو على أساس عبد الرحمن هو من زلم الأغا ومحسوب عليه، ليش هيك عبساوي؟ ما بعرف، قال أبو عايد هيك بده. أبو عايد؟ ليش وينه أبو عايد؟ راح يجيب سلاح. هيك قال لك عبد الرحمن؟ إيه نعم هيك قال لي. يا مستحيل، أكيد هاد قاطع طريق، ما في غير هيك جنابك. يعني إذا كان قاطع طريق إيش عرفه بقصة أبو عايد؟ وليش لحتى يدعي إنه واحد من رجاله؟ بعدين قل لي خيو إيش عرفه إنه شايل مصاري بجيبي؟ وكمان أخذ منك مصرات؟ ايه حق باقي المحصول 370 ورقة. يا مو على الله على هالصواب، 370 ورقة؟ لكن انا يا ابو جمعة انا انسرق بمنطقتي وديرتي ايش عليه؟ نتواجه. يا على هالحالة ما بقى في امان بكوم الحجر طاول. ابو جمعة مرغة بدي هذا الملتم يكون قدامي اليوم المساء. المساء؟ ومنين بدنا نجيبه جنابك؟ بيكون هرب. خيو انا مالي على، بتروح بتدور عليه وبتجيبه من تحت الارض له. حاضر على راسي راح تجيبه من تحت الارض، بس جنابك هدي لي حالك. وينك؟ تفضل. تخلي الصار بيني وبينك سرها، ما بدي حدا على وسط الارض يدرى فيه. وبتروح بتفهموا لهذا البغل عبد الرحمن انه ما يفتح تمه طاول لا هو ولا الحارس اللي كان معي. تأمر. يلا لعنة. معقول يكون أبو جمعة متفق مع هدول الطهيم تروح علي؟ ربيع؟ أهلين سعدة، خالتي ام عايد موجودة؟ لا ما هون، راحت لعند بيت الشيخ ابو خليل. واخوك عايد؟ ايه عايد جوا. تفضل تفضل عايد. فوزي
ايش عم تساوي؟ لك هذا عبد الرحمن اللي قلت لك عنه؟ بدك تخطب سعدة؟ بيشرفني اني ناسبكم. طب لخيلك ربيع اللي بيجي بخطب بنات الناس ما بجيب حدا معه، اهله ابوه، ولا نحن مو قد المقام؟ اعوذ بالله، انتم مقامكم عندي كبير، قسما بالله اني بعزكم وبحترمكم ما بتعرفش قد. بس بصراحة ابوي. ابوك مانو موافق؟ لا، يعني هو مانو حابب انه يزعل خالتي لانه بدها تخطب لي بنت اختها. شوف يا خي ربيع، انا بهالبيت ما بمون على شيء، وسعدة الى اب تقدر تشوفه وتطلبها منه. بنتي قومي نامي بقى، أخوك عم يحكي مزبوط، الرأي الأول والأخير بجاستك لأبوكي، وإذا ما أجا أبو ربيع مع ابنه طلبوكي منه ما رح يوافق. وليش حتى ما يوافق؟ هاي ربيع إجا طلبني بعظمة لسانه، هو مو ولد صغير. خرسي وليك، إيش أنتي ما عندك كرامة؟ بركي ما وافق أبو ربيع. وليش حتى ما يوافق؟ هلق نسب أبو عايد ما عاد يناسبه؟ نسبنا بشرفه وبشرف عائلته كمان. لا، والحية مرت أبوه لربيع بدها تاخد له بنت أختها. ولك يا مقصوفة الرقبة، لا تكوني عم تشوفي ربيع من ورا ظهري وما عندي خبر. والله والله بقصف عمرك قصفها. لا يوم والله العظيم لا شفته ولا قابلته من يوم اللي نبهتي علي. لك يا بنتي ما بدنا الناس تحكي عليكي طالع نازة. قومي قومي واستهدي بالله، الله يرضى عليكي. يلا حبيبتي يلا. الله يسامحك يا أبايد على العملة، ضروري كان يسافر مشان يأمن سلاح. عبد الرحمن قلتك بتأخر ليجي. والله العلم عند رب العالمين، بس يمكن بده يتأخر لأنه هو كتير مقهور من الآغا وبده ينتقم منه يا غبتاره. بس على الأصول يا أخي معلش، لو كان بده يأمن سلاح كان يقول كنا بنحسن نأمن سلاح بدون هالسفرة هاي. شلون بقى؟ منروم نهجم على الأشلة الفرنسية اللي بكفر الرمان ومناخد سلاح اللي بدنا إياه، إيش رأيكو؟ وكمان فينا نعمل شغلة تاني، ما بعرف إيش رأيك إذا منهجم على رجال الآغا ومناخد منهم كم مرتينة؟ معقول، فكرة كتير معقولة. وكمان في شغلة تانية، أنا بشوف إنه نتحرك ونتصرف أي شغلة تانية، يعني بما يجي عمي أبو عايد وخيفوزي أي شيء بدك إياه، يعني أنت خطط نحن ننفذ، ما هيك إبراهيم؟ مزبوط خيو، وأنا من إيدكن هاي لإيدكن هاي. بس إيش بدنا نساوي بالمصرات اللي أخذناهن من الآغا؟ أنا بقول لك إيش بدنا نساوي. قبل ما تقله ولا يقول لك، عبد الرحمن هذا قبر مين؟ قبر أبوه. هذا قبر أبوك عبد الرحمن؟ معناته خلونا نقرأ له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه إبراهيم، المصرات اللي أخذته من هذا الآغا بتعطيه للشيخ أبو خليل، وقل له يعطيه للفقراء اللي بتضيعها. وإذا سألني منين جبتوا هالمصرات إيش أقول له؟ إيش بدك تقول له يعني؟ قل له لأبو عايد بعته مع واحد من رجاله من الجبل، وقل له لا تخاف، قوي قلبك واعطيه للفلاحين، هذول حقهم. ماشي. طيب انا لازم اروح، بدك مني شيء؟ دير بالك على حالك. وانت كمان. السلام عليكم. الله معك. والله تعبنا يا أب مندل، إيه من على بكرة الصبح ما خلينا أرض ولا تلة ولا بستان إلا ودورنا فيه، إيش بنعمل يعني؟ بعدين هذا الملتم واحد حمار حتى يوقف بمطرحه ويقول تعوا مسكوني؟ الشيء أبو جماعة، السيور صار دولارتش خجر، نطلع نفتش جبل. إيش تفتش بالجبل؟ إيش قصدك أب مندل؟ الجبل؟ خيو أنا ما بطلع، كله هربانين وفرارية، إذا أنت مستغني عن حالك طلع الجبل دور لوحدك. أبو جماعة استفدنا من هالجولة. لانه كل الشاتلال هبس الشاتلال كلهم بالجبل قبوه. لخيو ما عم تفهم انت؟ عبقل لك طلعت الجبل ما بيمشي حاله، بدها كتيبه عسكر لحتى تفوت على الجبل، كلها هربانين وقطيعين طرق. ايه ماني مستغني عن حالي خيو، انت اطلع انا ما بدي اطلع. الله الله. طيب ابو جماعه قد اجا حرس هالسقل انحرس، يلا قد اجا خلينا نرجع خلصنا بقى.
يعني ما لقيتوا حدا مو؟ شلون بدنا نلاقيه جناب الاغا ونحن ما بنعرفه ولا بنعرف وين متخبي؟ بعدين بجوز يكون من ضيعه بعيده عن كوم الحجر. وبيجوز من كوم الحجر هو يكون يا غبي. مظبوط بس ما بنعرفه. أبو بندل. أفندم أغا من أسيوسن. أبوي بتاخذوا دوريات توزوها على كل الضيعة وقلنا للحراس يحرسوا كتير كويس. ميكم ميكم. باستونا أغا. سبعي. ركب. أبو جمعة. هلا أنت متأكد إنه إيدي على راسك؟ متأكد إنه أبو عايد مات؟ فكرني ماتت يا آغا؟ أنا ما بموت، أنا الجيل علقت مكاني. أعلقك مكاني. تركني تخلاني. وينك؟ وينك؟ بدك تخلوني مو؟ عزيزي مش عم تعملي قلتو هيك؟ ما عم بعمل شيء. لك انت بتخنيني هلا مو؟ لك سمعت صوتك جيت اطمن عليك. ايش بك؟ طمني علي؟ عم تتآمري علي انت وابو عايد مو؟ والله انا اروح. لك ايش بك؟ بتركني لك ما دخلتني ما اطمن عليك؟ شو لك بدك؟ والله انا موتك. لك ايش صار يا ابني؟ ايش صار لحتى عم تعمل فيا؟ دخلت لعندي على الغرفه وانا نايم لتخلاني يا ولي. ابو خليفه استنى استنى شوي. ابو لطفي لك مين سوا فيك هيك؟ ابو الروس. ابو الروس؟ على اساس فكرناه مات؟ اخذ حويجي وسرق طنبري وراح الحاره. ابو لطفي لا تواخذني دخيلك، انا لازم اروح على الحاره. الله بيرجع لعندك ابو الروس. دير بالك تقول له شفت حدا. ابو خليفه طلع على الحاره قبل ما تصير لنا مصيبه. اوام اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. زبال ابو لطفي. ابو لطفي ليش هيك صوتك بتغير؟ حالي عم يوجعني وبدي اياك تداويني. ابو الروس؟ يا ابو الروس يا اللي نصر خذ لجوعك لجوع. وحياة شواربك ما بخونك ولو على قطع رقبتي. واللي خلقك واللي زرع هدول بوجهها اذا ما نفذت وعدك وعرفت لي وين ابو بكري مخبي اخو فوزي بيروت، رقبتك هي رح بتطير عن حق وحقيق. انت بتعرف انه انا خدام جريك ومثل ما بدك بيصير. ولك غصب عنك والصرماية العتيقة كمان. ايه مثل ما بدك مثل ما بدك. وانا باذن الله ما رح اخلف وعدي معك، بس انا بدي مساعدتك لانه انا لحالي ما خرج انفذ اللي براسي. شلون يعني؟ هيك لكاني ابو سلمو؟ هذا اللي صار ابو بكر.
ماشي تيسر انت يعطيك العافية. على راسي يا ابو بكر. الله معك. مختار لازم اشوف موضوع بالروس انا. ابو بكري دير بالك على حالك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قول يا رب. يا رب. السلام عليكم. سلام. معلم ايش رايك اذا بتساعدني لاخليك تنول اللي براسك، وبوعدك اسلمك راس فوزي وتشمت بأبو بكري لولد ولده. ماشي بس وينك؟ اذا بتلعب بدنبك هيك ولا هيك قول على روحك رحمن يا رحيم. اليوم بعد اذان الظهر تمر لعندي وبكون امنت لك اللي طلبته مني، مفهوم؟ على راسي معلم. مطرحي ودليتك عليه ما بضيع حدا، ويا ويلك اذا ما جيت على الموعد. يا ويلك. لا يا ابا ضاي اسمك، انا وعدتك انه اجي ومحسوبك بحياته ما خلف بيوعده. منشوف، انا رايح قبل ما تكتر اجي بالحاره او شوفني حدا. دقيقه شوف رح طري لك يا دقيقه. ما معك عقل يا اخي انه بعد ما يصير ابو الروس جوات الحاره بتتركه يطلع منها؟ كان لازم تكبشه ابو بكري، ما بكفي بكل اللي عمله بالحاره؟ والله اعلم ايش لو يعمل هالمره. صلوا على النبي يا جماعه وحده الله، ابو بكري بحياته ما غلط حتى يغلط هلا اي غلطه، اكيد في شيء براسه، والا ما كان بيخلي ابو الروس يطلع برات الحاره صار سليم. لك شلون بدكم يعني اكمش ابو الروس وفي علاقه بينه وبين ابو عبده؟ مظبوط، وابو عبده فتح دكانه مثل العادي وما اجى خبرنا باللي صار معه، اكيد حاطط ايده بايد ابو الروس وما تربى من هذيك المره. مشان هيك يا ابو حمدو لازم نعرف بايش عم يفكر وعلى ايش ناوي. هلا اللي عملته انا بجوز تقولوا عليه غلط، بس بكره بتعرفوا انه انا ماني غلطان. المعنى ما فهمت عليك شيء. المعنى يا مختار حط ايديك واجريك مي بردي رخاي، وبإذن رب العالمين بإذن واحد أحد ما بتكونوا إلا مبسوطين. عالمحاشي يا بنجان، عالمحاشي يا كوسا، عيشة خانم يا فاولة، قال يا حيف على اللحمة يا فول، يا حيف على اللحمة يا فول. مرحبا بسلمو. أهلين أبو عبدو. أنت عندك شي صابون؟ بلتار تقولنا شي لوح من عندك والله؟ شكرا. ولا قال لك بلاه السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلبه أسود، قلبه أسود البعجان. عليكم. وعليكم السلام. اهلا بكري. اهليك يا مالفندي. شرف صباحك. على راسي. هات لي كاسة شاي بسرعة يا ابني. كاسة شاي اكرك لعمك يا مالفندي وركزها يا ولد. على راسي. خيو. نعم. خبرك يا مالفندي؟ ايه خبرني. قدرنا نعرف عنوانه لابو الروس بالضبط. وانا بعت عنصر من عندي يراقب تحركاته كلها. يعني عليك هي الاخبار. وانا كمان كلفت من يراقبه لابو عبده. لا يا ابو لا، انا دكاني ما ببيع طاول لانه هاي الدكان من ريحة المرحوم جدي، بقى اذا بدك تفتح دكان حلاوة لابنك افتح له برات الحارة. اوه فهمتني غلط يا ابو عبدو، انا بقصد انه ابني صبحي لساته صغير وانا عم بفكر احطه عندك ليتعلم هالكار. لا يا هلا دايت عينك على هذا الكار؟ ليش ما بتعلمه الكار تبع كار العربجية؟ عم تقص من وراه ذهب ما شاء الله بتطالع قدي 4-5 مرات.
انت ما عندك قديش تصرف عليه، اطعميه وتسقيه. اي اطلع من هالبواب ابو صبحي، اطلع وبلاها ضيقه العين والحسد. هي القديش عم بشتغل وبتعب معك من بكرة الصبح للمغرب، بدك تاكل عليه تعبه كمان؟ بعدين خيو انت ايش عم تسقيه؟ تمر انت اللي مريض قمردين؟ لا يا ابو عبدو، هاي ما حبيتها منك. وزين كلامك قبل ما تقوله، انا بحياتي ما اكلت حق حدا لاكل حق القديش، قسما بالله ما بطعميه الا شعير وشوفان. اوعى اوعى تتحرك، احسن ما يحز الموس على رقبتك ويقطع لك اياها. ها أميت السلامة بأم بكري، نورتينا، من زمان عم نستنى هالزيارة الحلوة. الله يسلمك ومالك علي يمين يا أم أنوار، انتي بالقلب. إن شاء الله مالك تعبانة بهالحبلة. لا الحمد لله، البركة بأم محمود، ما عم تعيفني طاول، كل يومين ثلاثة بتشق علي. إيه الله يتممها على خير ويرزقك الصبي بجاه سيدنا محمد. يا أمين يا رب العالمين. إيه ما قلتي لي أم بكري، شلونها فوزية؟ إيش أخبارها؟ لأنه من بعد هالجازة ما عدنا شفناها طاول. آه الله يساعدها هالفوزية، تعبانة كتير ببيت حماها، ما في غير الشغل وقلة القيمة. يي معقولة؟ عبينا الجماعة أكابر وما في مثلهم والناس بتحلف بحياتهم. الحقيقة هن الجماعة أوادم، بس حابسينا بين أربع حيطان وما بخلوها تطلع من البيت حتى ما نعينا تزور بيت أهلها. يي اي الله يعينها على هالجازة، ليش هي انسترت ولا انقبرت بعيد عن السامعين؟ اي والله والله هالحكي ما بيقبلوا عقل ولا دين. وفوزية ما بتستاهل غير كل خير. الله يسلمك يا أم أنوار، هاد من لطفك وزوقك. منرجع ومنقول الواحد ما بياخد غير اسمته ونصيبه من هالدنيا. هاي انتي، مين كان يقول انه بعد هالعمر ترجع وتحبلي من جديد؟ ايه والله شايفة اسمي ونصيب. بتعرفي زهرة خانو، الحقيقة يعني اللي بعمرها بيبقى حبلة صعب وبيخاف عليا كتير. الله يتمم لها على خير ان شاء الله يا رب. بسكي اختي مأنوار، هاي هدية ما يقد المقام، ان شاء الله تعجبك. ايش هاي؟ ديارة؟ ديارة كاملة، فصلت لك من كل شيء ست قطع، ان شاء الله تعجبك. تكتر خيرك يا زهرة خانم. اي والله ما عم بصدق عيوني، ديارة كاملة مو ناقصة شيء. ان شاء الله يرزقك الصبي بجاه سيدنا محمد ويلبسهم بالهنا والعافية. طول عمرك مزوقة وفهمانة وكريمة وصاحبة واجب، يعني الحقيقة الله يخلي لك ولادك وجوزك، وإلهي إلهي بتشوفي ولادهم وتفرحي فيهم يا حق. الله يسلمك. تفضلي خالتي أم بكري. يسلموا إيديك يا سبحية. الله يسلمك، تفضلي يوم. صدقني يا ابو راضي، لو بقدر البي لك طلبيتك ما بقول لا. في عائل بيهرب من رزقته. بس ابو انوار، من يوم ما علقت مع الحجي المصري وعلقت معه بالشغل ما عاد شفتك ولا عاد تبقى تشتغل لي ولا توب واحد. علي الحلال ما عم بفضى، بطلع من البيت بعد اذان الفجر وبتشي لهون على الدكان هيك لبعد المغرب. بعدين بيني وبينك، حتى طلبيه الحجي لما عرفت حالي ماني قدران الحق له اياها، اتفقت معك منوال حتى يساعدوني فيها، بس من شان ما اخلف بوعدي معه. الله يكون بعونك. صحيح ابو انوار، ليش ما بتشتري ماكينه تشتغل على الكوران مثل حج حسين؟ ليش ما عرفت انه حج حسين بعد ما اشترى الماكينه ما عاد حدا دخل دكانه ورجع يشتغل على النول مثل اول؟ ايش هالحكي؟ لكن خاي لكن لك، ما في ماكينه بحلب كلها بتقدر تشتغل مثل هالنول هاد. تعرف هالنول ايش قد عمره؟ ايش قد عمره؟ هذا عمره اكثر من 200 سنه. هذا من ايام جده لجدي، نول برنجي بتدور بكل سوريا ولبنان ما بتلاقي اخ له. مشان هيك خاي ابو انوار، بدي كم توب صايه لجماعه رايحين لامريكا، قد ما بدك بعطيك حقهم. لا اله الا الله ابو راضي، ايش كنا عم نغني بالطاحون؟ يعني نرجع نعيد لقوانا من اول وجديد؟ صباح الخير عم تقول عليك. شان الشاي عدي وكاخدها. ان شاء الله نعيما يا ابو احمد. ونعم عليك. عيد لك خاي. ها الله.
لك يا وصال خانم، بدك تنتبهي وتديري بالك، ها كو ما ينتبه عليك يا ابو انوار. والله ماني عارفاني هالكذبه لوين بدها تصل. ايه بدها تصل مطرح ما انا بدي. بعدين ابو انوار عم بخاف علي وبينام لحاله، وراح يسافر على مصر مع الحجي المصري، وراح يغيب شي 5-6 أشهر، يعني بيكون انا ولدت. يا مو يا مو شقدك قوية يا وصال خانم، يعني أنا شقد شفت نسوان بس مثلك ما شفت. لكن أنا وصال على سنه رمح. طمنيني، حكيتي مع أم بكري مشان صبحية؟ إيه حكيت معها. إيش قالت لك؟ ما قالت شي، قال بدها تشاور جوزة أبو بكري. تشاور مين ما بدها؟ والله والله ما رح تلاقي أحلى من صبحية بكل الحارة. اسكندر افندي، والله هذا اللي صار. هيك يا ابو بكري، بيموت اسكندر افندي وما بتخبروني. على الاقل كنا امنا بواجب العزاء لاهله. اسكندر افندي ما بيلو حدا هون بحلب، كل اهليته هاجرت لبلاد الغربه. وصار بدكانه اللي بالعزيزيه وبيته. كانوا موصفين لدار الايتام. ايه رحمة الله عليك يا اسكندر افندي، صدقني اني زعلت عليه من كل قلبي. الله يرحمه، كان فهمان واصلي. حكمة رب العالمين، الموت ما منه مهرب يا كمال افندي. احترامي حضرة الرقيب، صار معكم شيء جديد يا ابني؟ ابو الروس طلع من مغارته وراح على دير الرهبان. ما عرفتوا ايش راح يعمل هنيك؟ عرفنا سيدي، بعد ما طلع من الدير كان شايل بيده بقجه، ولما سألنا الراهب المسؤول عن الدير قال إنه أبو الروس دخل عليهم بمسدس وهددهم وأخذ حوايج خاصة بالرهبان من عندهم. على إيش ناوي لك أبو الروس؟ على إيش ناوي وإيش في براسك؟ عم اشتغل خيلي هي ابو الروس. نعم اجت عياسي تمام، ها ايش رايك؟ منيحه، قول وفصل عليك تفصيل. كله عم بيجي على كيفنا. ايش هي؟ ترجمة
يبلع.